سمعت. لا ينفع هذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله، مصين ربي وكل الكافر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل، قال: باب فضل الأذان. والأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل قوم تركوا هذه الشعيرة، فالأذان فرض من فروض الإسلام، وهو فرض على الكفاية، لا بد أن يقوم به أناس، فإذا لم يقم به أحد من الناس أثموا جميعا وقوتلوا على تركهم هذه الشعيرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إسلام الناس بالأذان، فكان إذا أراد الغزو لم يباغتهم حتى يسمع الأذان، فإذا لم يسمع الأذان غار عليهم. فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، ومن الشعائر الظاهرة التي لا بد أن تظهر في بلاد الإسلام. وكما ذكرنا أنه فرض على الكفاية، لا بد أن يقوم به أناس. والأذان له مقام عظيم في القيام به وفي التبكير إليه، وهو من أعظم مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. كيف لا والمؤذن يصدح بصوته بالتوحيد وبشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدح بالدعوة إلى أعظم العبادات وأجل الطاعات، وهي الصلوات المفروضات. فلذلك الأذان له مقام عظيم، مقام في القيام به ومقام في التبكير إليه. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب العظيم، في بيان فضل الأذان. ولا شك أن الأحاديث أكثر مما ذكر رحمه الله تعالى، ولكنه ذكر بعضها دلالة على بقية الأحاديث التي فيها فضل هذه العبادة الجليلة. ومن أراد الاستزادة فيرجع إلى المصادر الأصلية التي دونت هذه الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الأذان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: والاستهام الاختراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة، حديث عظيم، فيه فوائد كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس. لو يعلم الناس يعني ما في هذه العبادة من الأجر والثواب والفضيلة. لو يعلم الناس ما في النداء، والنداء المراد به الأذان والصف الأول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الفضلين، النداء وهو الأذان، ويشمل النداء هنا رفع الصوت بالأذان والتبكير للأذان. والصف الأول، وهذه عبادة جليلة، الحرص على الصف الأول عبادة بذاتها، الصلاة عبادة، ولكن الحرص على الصف الأول والقرب من الإمام هذه عبادة أخرى وعبادة جليلة، فضيلة كبيرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس، يعني ما فيهما من أجر والثواب، النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني تضيق بهم الأماكن حتى لا يجدوا إلا القرعة، فيقترعوا من يأتي إلى الصف الأول، فيقترعوا من يؤذن. ولذلك هذه العبادات
لا إثارة فيها على الصحيح، لا إثارة فيها، القربات والطاعات لا إثارة فيها إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة. أما من دون وجود مصلحة راجحة أو متيقنة فإن الأصل عدم الإثار في القربات، وخصوصا فيما ورد فيه النص، الأذان والصف الأول، الأذان والصف الأول. ولذلك النبي قال لو لم يجد إلا أن يستهموا لسهم، يعني لو لم يكن هناك إلا القرعة حتى يؤذن أحدهم من شدة حرصهم عليه، أو الصف الأول لا يجدون لهم مكانا إلا بالقرعة لفعلوا القرعة. فكيف يفوت المرء هذه الفضيلة العظيمة، وخصوصا الصف الأول؟ لأن الأذان في الغالب هناك من يؤذن، وهناك من هو يعني موظف من الدولة بأن يؤذن في الناس، لكن الصف الأول متاح للجميع. السابق إلى الصف الأول، احرص على هذه العبادة الجليلة. لذلك من رأى في أثار السلف وأحوال الصحابة ومن جاء بعدهم من السلف الصالح يرى الحرص العظيم على الصف الأول والتبكير إليه، حتى أن بعضهم لم تفته تكبيرة الإحرام 70 سنة، ومنهم 50 سنة و40 سنة. وجاء أيضا عن بعض السلف أنه جاء قبل المؤذن، يعني قبل الأذان 30 سنة، ولم تفته تكبيرة الإحرام 30 سنة، يعني 60 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام ولم يفته الصف الأول، منها 30 يأتي قبل أن يؤذن للصلاة. وكل هذا حرص منهم على هذه العبادة الجليلة وهي الأذان والصف الأول. ثم قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير لهذه الصلاة، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، صار بينهم سباق حتى يبكروا إلى هذه الصلاة. ولو يعلمون ما في العثمة، يعني صلاة العشاء كانت تسمى العثمة، والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن هاتين الصلاتين وقت الظلمة ووقت عدم خروج أهل النفاق إلى الصلاة. فخروج العبد إلى هاتين الصلاتين دليل على إيمانه، خاصة في الزمان القديم، لأنه ما خرج إلا طاعة لله، لم يخرج رياء، لأن الناس لا ترى بعضها. لكن لو كان في الظهر والعصر فإنه قد يخرج المنافق رياء حتى يرى أنه يصلي. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حوا، يحبون من أجل أن يحصلوا هذا الأجر العظيم في هاتين الصلاتين. وذلك هذا الحديث حديث عظيم، على المسلم أن يليه عناية عظيمة، الحرص على النداء الأول والصف الأول، والحرص على التبكير إلى الصلاة، والحرص على هاتين الصلاتين العشاء والفجر، وكل الصلوات عظيمة، ولكن إذا ذكرت صلاة بعينها فهذا لأهميتها. والمسلم الكيس ينظر في هذا الوقت الفضيل المبارك وهو وقت التبكير إلى الصلاة أنه وقت إذا فات لا يعود، وكل وقت مبارك إذا فات لا يعود. فمثلا هذه الصلاة، صلاة العشاء، من لم يبكر إليها فاتها الفضيلة، فاتته فضيلة التبكير لهذه الصلاة، لكن يستطيع أن يعني يبكر في الصلوات القادمة، لكن الصلوات التي فاتت فات عليه الأجر. ثم لو تنظر في الأمر وفي الوقت، كم يأخذ من وقتك؟ لديك في اليوم 5 صلوات، لو بكرت في كل صلاة كم تأخذ من 24 ساعة؟ كل ما يكون أثناء الصلاة أو أثناء الأذان وبين الأذان والإقامة من الكلام والانشغال، كله من الأمور التي يستطيع أن يدركها المرء، لكن إذا فات الوقت الفضيل لا يعود. ولذلك الشيطان يحرص حرصا شديدا على تفويت هذه الفضيلة العظيمة على الناس، فما يحلو الكلام ولا يحلو السمر ولا الأكل ولا الشرب ولا غير ذلك من الملهيات إلا في هذا الوقت. فتجده قبل الأذان فارغ، ما عنده شيء، لكن إذا أذن مؤذن أراد أن يتكلم، أراد أن يفتح الجوال، أراد أن يتابع كذا، أراد أن يفعل كذا، حتى يتأخر ما يأتي إلا مع الإقامة. وبعضهم لا يأتي إلا بعد أن تفوت ركعة أو ركعتين أو ثلاث،
أو بعضهم ما يأتي إلا بعد انتهاء الصلاة. لذلك يقول بعض أهل العلم يعني من تعود على إدراك التشهد الأخير في الصلاة يعني ديدنه أنه يدرك التشهد الأخير فقط، فقال هذا يخشى عليه أن يصل درجة النفاق، لأن الشيطان يأتي الإنسان خطوة خطوة حتى يترك الصلاة نهائيا. لكن الإنسان عليه أن يأخذ هذه الأمور بالجد والاجتهاد والمغالبة مع النفس حتى يأتي الصلاة مبكرا ويفوز بأجور عظيمة. أنت جئت بين أذان وإقامة، ستدعو، ستقرأ القرآن، ستذكر الله، ستصلي ركعتين، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة المرجوة بين الأذان والإقامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.